عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده رجعنا يا جماعه مع بعض بفستان سواريه بصوره سهله وبسيطه قوي. الفستان مقاس 38 سمول اكس سمول بصوره جميله جدا. اهم حاجه الله يكون تعليق والاشتراك. يلا بينا نبدا واحده واحده. معانا هنا نختار بس لون نشتغل بيه. خلاص اخترنا اللون ده. دلوقتي هنيجي بقى واحده واحده كده نعمل البطرون بتاع الفستان. وادي القماشه بتاعتنا يا جماعه اهي جبناها. هنبدا احنا قماشه بتاعتنا عاديه خالص اهي. بننفذ يا جماعه لما اكون بعمل بطرون بقولك انا بعمل بطرون، اما انا حاليا برسم وبنفذ. تمام، يعني بقص وبنفذ واعمل كل حاجه. يلا بينا. اولا معانا ربع دوران الصدر 22، ربع دوران الصدر 22 هنحطه هنا كده. وبعدين نبدا نحط حرده الرقبه بتاعتنا واللي هي المفروض 7.5. وبعدين نبدا ننزل بطول حرده الرقبه 7.5 دول. وبعدين نبدا ناخد 1.5 خلفيه ونبدا نعمل حرده الرقبه بتاعتنا بالشكل ده. وبعدين نبدا ان احنا نحط ميلان الكتف بتاعنا 3 سنتي. وبعد كده نبدا نحط خط بدون مقاس. وبعدين نحط طول الكتف معانا اللي هو 12.5، 12.5 طول الكتف. وبعدين نبدا ننزل بطول الظهر على مرتين. طول الظهر المفروض معايا قد ايه؟ 40، يعني 20 و20. وبعد كده نبدا ان احنا نحط دوران الصدر في وضعيته الطبيعيه اللي هو 22 ربع دوران الصدر. وبعدين نبدا ننزل من الكتف على دوران الصدر. وبعدين نبدا نرتفع مسافه 6 سنتي ونخش هنا مسافه 1 سنتي. وبعدين نيجي كده نعمل خط ده ونعمل حرده الجيرو معانا. تمام كده. طيب بعد كده نبدا نحط دوران الوسط في طبيعي مكانه الطبيعي. اللي دوران الوسط بقى معايا بالظبط قد ايه؟ 17 سنتي بالظبط دوران الوسط. وهنبدا ان احنا نوصل دوران الصدر مع دوران الوسط بالشكل ده. تمام، نبدا التعديلات بتاعتنا بشكل سهل وبسيط قوي. اولا التعديلات بتاعتنا بتقول ان هنا في حاجه زي اللياقه بالظبط كده جايه، دي جايه كده زي اللياقه. تمام كده اهي كده. إيه طبعا دي المفروض ان هي جايه لفه حوالين حرده الرقبه الخلفيه. تمام كده، فطولها هيبقى طول حرده الرقبه الخلفيه. يعني لو طول حرده الرقبه الخلفيه 4 سنتي فدي طولها هيبقى 4 سنتي عشان تلفلك داير ما يدور وتبقى واقفه كده ايه وسندة نفسها. طيب دلوقتي هنبدأ ان احنا نقص عشان تعديلاتنا هتيجي بعد القص مش قبل. لحظة واحدة بقى، لحظة واحدة نبدأ نقص كده. ده غير الكلف اللي احنا هنركبها في التفصيلة معانا يا جماعة كده. ثانية واحدة بس اهي كده بشكل سهل وبسيط. بالنسبة بقى للياقة اللي انا عملتها دي هاخدها معايا برضك كده كده اهي. وبعدين هاخد باقي اللياقه من الناحيه التانية كده واشيل حرده الرقبه الخلفيه الاول وهفصل الخلف عن الامام. هفصل الخلف عن الامام بالشكل ده وهبدا اخد الامام لوحده. ادي يا جماعه الامام لوحده اهو. تمام، وادي الخلف عن الامام اهي بالشكل ده. دلوقتي المفروض دي لما تيجي تلف هتلف على ايه؟ على الامام اهي كده. تلف كده، تلف دي اهي زي اللياقه كده توقف. بس طبعا عشان نعملها لازم ان احنا نفتح هنا، هنفتح القطعه دي كلها وهنركب فيها كلف يا جماعه كده. وهنبدا بقى ان احنا نعملها كده زي كانها لياقه توقف اهي بالشكل ده. مش زي كانها، هي بالفعل لياقه توقف. تمام، لحظة واحدة استنيني بس كده اهي. انا عايزة بس اثبت دي مع دي تساوي لي دي. تمام كده، استني بس كده اهي اهي اللي اهي بالشكل ده. وقفت بالشكل ده كده اهي المفروض. تمام، وادي الياقه المفروض كده.
طيب بعد كده بقى هنبدأ نعمل ايه يا جماعة؟ بعد كده هنبدأ نجيب الخلف بتاعنا، وبالنسبة للقطعتين الموجودين في الخلف دول هنطيرهم كده، وهنبدأ نحط الخلف على الأمام بشكل سهل وبسيط قوي اهو. نبدأ نحط الخلف على الأمام كده، نحط الكتف على الكتف. على فكرة ممكن ما نعملش موضوع الياقة ده، لو انت مش هتفهميه قوي هنشرحه ان شاء الله في فيديو تاني لوحده، هقصها بس دلوقتي. وهنعمل الفستان بتاعنا ايه عادي خالص من غير الياقة، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كده هنعمل فيديو تاني لوحده في الياقة دي، لان انا ما عملتهاش قبل كده على القناة، فما تقاليش كل الناس هتعرف الياقة دي. تمام كده كده التفصيلة بتاعتنا المفروض ان هي كانت تتفتح اصلا عشان خاطر نركب فيها الكلفة اللي بتحلي اي تفصيلة سواريه معانا، اللي بتدي الشكل الجميل في اي تفصيلة سواريه معايا. تمام دلوقتي هنبدأ بقى ان احنا نعمل الشكل الجميل ده ونعمل الشكل السواريه. المفروض حردة الرقبة الامامية تتفتح بنفس حردة الرقبة دي. تعالي بس كده نبدأ نفصل دي عن دي اهو بالشكل ده. استنيلي نبدأ نحط الرقبة الأمامية على الرقبة الأمامية ونبدأ نشيل كده كده. تمام بالشكل ده يا جماعة. طيب دلوقتي بقى هبدأ نركن كل حاجة على جنب، وهبدأ اجيب الطريقة اللي احنا نعمل بيها الكولف بتاعتنا اهي كده. مش عارفة بقى اللون ده هيبقى واضح لك ولا لأ، اهو كده بالشكل ده. المفروض الكولف هتبقى عريضة قوي، هتبقى فيها يعني عريضة قوي اهي كده نفس الشكل. وهنيجي كده كمان اهو لان هي عريضة. تمام هنبدأ برضو نيجي من الناحية التانية دي كده، بعدين نيجي نفس الحكاية كده، بعدين نيجي نفس الحكاية كده. تمام كده تمام. طيب دلوقتي بعد كده بقى هبدأ اعمل ايه؟ هبدأ اقفل القطعة دي. تمام هبدأ اقفلها من هنا اهو كده، وهبدأ اقفلها من هنا برضك اهو. وبعد ما قفلتها من هنا ومن هنا هبدأ بعد كده ان انا اعمل الجيبة بتاعتي عشان اقدر اركب الكلفة بتاعتي على الجيبة. الجيبة بتاعتي سواريه معمولة بقماش سواريه، وفي نفس الوقت بتركب فيها كلونات، معمول فيها كلونات. الكلونات برضك الناس اللي عايزة تفهمها اكتر، عبارة عن ان احنا بناخد كسرة من اليمين كده كده. تمام بعدين نخلي كسرة اليمين دي تبقى واحدة تانية من اليسار متجهة اليها اهي كده. تمام هي جبت منين متجهة اليها دي؟ ما علينا اهي بصوا يا جماعة. طيب بعد كده هنبدأ بقى ان احنا نعمل نفس الكسرة كده تاني. فستان السواريه سهل قوي بسيط. مقاس الجيبة بتاعت الفستان السواريه او طول الجيبة، طول الجيبة المفروض احنا عايزين عرض عرضين. الطول الجيبة كله 104 104 الطول كله. احنا بقى عايزين الجيبة بتاعتنا العرض عرضين عشان نركب فيها الكولونات بتاعتنا الشيك دي الجميلة دي كده. استنيني بس، لا احنا عايزينها تيجي من هنا. نبدأ نثني كده اهو. تمام طيب بعدين نبدأ نعمل كده، وبعدين نبدأ ناخد كسرة كمان اهي اهي بالشكل ده. لحظة واحدة نجيب الورقة بتاعت او القماشة بتاعت القماشة بتاعت الكم بتاعنا تمام. نفرد الفستان بتاعنا، مفروض يتقفل كله، بس طبعا عشان انتوا شايفين القماش بتاعي تقيل شوية او ناشف شوية مش هعرف اقفله كله. تمام طيب بعد كده هنبدأ نجيب القطعة اللي هنعملها كلفة اهي، او هنعملها حذاء اهي
هتبقى عريضة شوية. هنبدأ نجيب القلم بتاعنا ونبدأ نعمل فيها نفس الرسومات اللي عملناها الناحية التانية. نبدأ نعمل كده، نبدأ نعمل الناحية التانية كده، نبدأ نعمل كده، نبدأ نعمل كده. اهو ده للحزام يا جماعة. كده كده بالشكل سهل وبسيط قوي. تعالي بقى نجيب الكلفة دي اهي، كده اهو تمام. نبدأ نقفل واحدة واحدة بقى. نبدأ اوريكي شكل الفستان في الاخر خالص اتعمل ازاي. اهم حاجه اللايك والتعليق والاشتراك وتفعيل الجرس. لحظه واحده، بصوا يا جماعه ده شكل الفستان في الاخر خالص، اتعمل بنفس الصوره ونفس الشكل ونفس كل حاجه. كل اللي عليكي بس اللايك والتعليق والاشتراك وتفعيل الجرس، ويا رب تكون فكره سهله وبسيطه وعجبتك. بصوا يا جماعه اتعمل ازاي، اتعمل بشكل جميل قوي. اهم حاجه اللايك والتعليق والاشتراك وتفعيل الجرس، وكل سنه وانتم طيبين يا اجمل جمهور في الدنيا. في امان الله، مع تحيات تعليم الخياطه مع مريم احمد. يا رب تكون تفصيله سهله وبسيطه وعجبتك. كل سنه وانتم طيبين.